السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بيتزا اكس اكس ال من كوكيدو. كتجي زوينه، هي بيتزا عائليه، كتكون كبيره. الا عندكم فران كبير ممكن ديروها كبيره، العجينه كلها في لاطه واحده. وممكن كما كندير انايا كنقسمها على جوج، يعني كندير جوج لاطات باش كتجينا رقيقه بزاف، كتجي زوينه. كنزيد عليها بعض الاضافات. ودابا ندوزو المقادير. بالنسبه للمقادير الاصليه اللي فيها، عندنا 30 غرام ديال زيت الزيتون، عندنا 220 غرام ديال الماء ومعلقه صغيره ديال الملحه، وعندنا 20 غرام ديال الخميره ديال يعني المعجونه، اولا 10 غرام ديال الخميره اللي كتكون حبيبات. عندنا 400 غرام ديال الفورس، وانا كاضافه كنزيد فيها شويه ديال الزعتر في العجين، وكنزيد واحد المعلقه صغيره ديال لاموطارد، كتعطي غير المذاق، يعني هادشي غير اضافات. وكنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الحليب بودره. غادي نبدا دابا، غادي ناخذ البول ديالي، غادي ندير كومونسي اكويزيني. عطاوني 30 غرام ديال زيت الزيتون، دائما كندير طاغ. كناخذ 30 غرام ديال زيت الزيتون، عطاوني 220 غرام ديال الماء. بالنسبه للماء ما كنديرش الماء سخون، يعني الا كنتو زربانين ممكن ديروا الماء دافي، يكون دافي بزاف يعني في 37 درجه، ما يكونش ما سخون باش ما يكسرش لكم الخميره. كندير 220 غرام، دائما كنخوي وكنحبس، كنخوي وكنحبس باش الميزان يتقاد ليا. ندير سويفون، عندي معلقه صغيره ديال الملحه. بالنسبه للملحه ما تقللوهاش باش ما يجيكمش العجين مسوس، وما كيجي باسل، الا جا مسوس كيجي باسل. من الاحسن ديروا معلقه صغيره عامره. غادي نزيد انا هذا الزعتر اللي عندي نقي، غادي نزيدو، ونزيد معلقه لاموطارد. غادي نزيد معلقه كبيره ديال الحليب بودره، كيجي زوين وكيرطب العجينه بزاف، يعني واخا كنرقوها ما كتقصحش لينا في الفران. هي الصراحه هاد المقادير ديال كوكيدو ولو ما ديري فيها حتى شي حاجه، ما ديري فيها لا حليب بودره لا والو، كتجي زوينه. يعني انا كنديرها اغلبيه، يعني كنديرها بلا منسمات، كتجي زوينه كتجي رطبه. 20 غرام ديال الخميره، بالنسبه لي انا عندي خميره حبيبات، غادي ندير 10 غرام تقريبا، واحد المعلقه كبيره عامره بزاف باش كتخمر لينا مزيان. غنزيد دابا 400 غرام ديال الفورس، صافي هنا 400 غرام ديال الفورس. غندير سيفون، نسد لو بولي عندي، غادي نسدو، وغادي ندير هنا عطاني 5 ديال الدقائق، وندير ندور باش نعجن. هنا غناخد واحد لو بول بحال هكا، ندير فيه شويه زيت الزيتون، غير شويه ندهنو، فين غندير العجينه باش متلصقش ليا. يعني مدرتوش ماشي مشكل، يعني ماشي كتلصق، ماشي كتلصق بزاف. غناخد العجينة، صافي تعجنات، هي هادي، غنحطها هنا. كناخدو العجينة كنديروها بحال هكا، وكنهبط بحال هكا، كنجيبو القماش بحال هكا، وكنحاولو كنهبطو العجينة. صافي كنحاولو نديروها كرة كبيرة، ونقلبوها. صافي ونغطيوها، ديرولها فيلم اليمونتيغ من الأحسن، فيلم اليمونتيغ بحال لي تيعرقها. إلا كانت عندكم شي بواطا يعني خاصة بالعجين كتسد، هاديك مزيانة أحسن.
اللي درت لها فيلم انيمونتير. غادي نغطيها بشي طوشون يكون سخون ونخليها تخمر على خاطرها. بالنسبه ليا انا ملي كنعجن البيتزا كنكون كنعجن من موراها، يعني كنديرها هي بالماء بارد وكنعجن من موراها الخبز، باش ملي كندخل الخبز يطيب في الفران كيخلي لي الفران سخون، ومباشره كنكون ديك الساعه ملي انا راميه الخبز كيطيب كندير البيتزا كنصوبها وكنقادها. مجرد ما نخرج الخبز كندخلها هي الفران باش كطيب مزيان، حتى هي كتبغي الفران يكون سخون باش ما تجيكمش قاصحه. دابا ملي تعجنات البيتزا صافي، نفس البول اللي عجنت فيه غادي نرجعو وهو اللي غنعجن فيه الخبز بلا ما ننظفو ما والو، باش كيما قلت لكم غادي يسخن ليا الفران، نكون طيب الخبز هو الاول، غادي يسخن ليا الفران وغادي نرمي البيتزا نكون صوبتها. دابا الخبز بالنسبه للخبز غندير الماء دافي، ما غنديرش الماء بارد باش دغيا يخمر ليا، وكنتسنى العجينه ديال البيتزا حتى هي تخمر، ولكن الماء يكون دافي بزاف، يعني كل الماء 37 درجه باش يخمر ليا الخبز مزيان. بالنسبه للخبز كندير العبار بالميزان باش دائما كنعجن بالدقيق يكون عندي معبور، كنعرف شحال غيخرج ليا من خبزه. غنديرو الميزان، عندي هنا القمح كنعجن انا بالقمح وفرينه، وما باش كنعجن كنديرش الفورص نهائيا في الخبز، كندير هذه فرينه غادي نزيد تتولي عندي 750 غرام. غندير معلقه كبيره عامره ديال الخميره، هنا الملحه على حسب الذوق. وبالنسبه للماء كندير 600 غرام ديال الماء، ندير الصفر هنا وندير 600 غرام. الماء عندي دافي يعني ماشي سخون باش ما يخسرش ليا الخميره، دافي تقريبا 37 درجه. نخرج من الميزان وغنزيد البول وكنحيد هذه باش كتنفس، كيتنفس البول ملي كيكون كيعجن كيدخل ليه الاكسجين. كندوز هنا وكندير 6 ديال الدقائق، كنبغي تعجن ليا مزيان كندير لها 6 ديال الدقائق. بالنسبه للعجينه هي سالات هي تعجنات، غادي نشدها غادي ندير ليها ونقطعها بحال هكا، كندير لها الكوبلي ديالها وكندير فوق منها شي طرشون وكنخليها كتخمر. وبالنسبه للصوص ديال البيتزا كندير انا هاد لاصوص كتكون عندي واجده، كنقادها وكنسرحها بحال هكا في البلاستيكات، كتكون دي واجده يعني ساهله كديكونجلا هكا، شوف كتكون رقيقه مسرحه رقيقه كتكون ساهله. كندير يعني المقدار اللي غادي يخصني هو اللي كندير في كل بلاستيكه صافي، كنسدها مزيان وكنخليها كديكونجلا بحال هكا على خاطرها بما بما وجدت داكشي ديال البيتزا العماره وكنقادها. بالنسبه للخبز اللي عجنت ها هو خمر، دابا في لوبول خمر طلع مزيان، غادي نهبطو ونديرو خبيزات يعني للفران. وهذه البيتزا خمرات حتى هي طلعات في الحجم ديالها. وهنا وجدت الفلفله خضراء وحده مقطعه، فلفله وحده صفراء مقطعه مكعبات، وهنا فلفله حمراء حتى هي مكعبات، وهنا البصله مكعبات. هنا التقطع ديال الخضره كيبقى على حسب كل واحد كيفاش كيبغيه، كاين اللي كيبغي هكا يقطع طويل، كاين اللي كيبغي مربعات، انا كنفضل بحال هكا حسب وليداتكم شنو كيبغيو. وهنا شويه ديال الزعتر، وهنا لاصوص اللي كانت عندي في الفريكو هنا بدات كديكونجلا، هنايا درتها رقيقه بدات كديكونجلا هكا. هي اللي غادي نحتاج اول حاجه غنديرها هي غنبدا بالعجينه، غنديرها خبيزات ونخرج منها جوج ديال البطوطات هكا الكاسكروت خبيزات صغار، وغادي من ما يخمروا عاوتاني مره اخرى غادي ندخلهم للفران يطيبوا ويسخن ليا الفران. وفي هذيك الاثناء اللي كيكون الخبز كيطيب انا كنصاوب البيتزا ديالي، باش مجرد ما نخرج الخبز غادي ندخل البيتزا تطيب. هنايا صافي سرحتها، صافي هنا سرحتها بالمدلك على هاد السمك رقيقة بزاف كما كتشوفو، صافي غادي نتقبها.
والاخرى ها هي اللي مقسمتها على جوج. هذه حتى هي غادي نديرها في بلاطه اخرى. ناخذ لاصوص طوماط نقسمها على جوج، نخلي الاخرى حتى هي. صافي نصلح لاصوص طوماط ما تكونش كثيره. نوصلوش للجوانب باش ما يتحركوش لينا، نديرو هكا. ناخذ الفرماج موتزاريلا نحكو عليها مباشرة، من بعد كندير نص مقدار ديال البصلة، نسرحها مزيان هكا، نخلي هاد النص الاخر. ندير النص ديال الفلفله، الفلفله الاخرى، صافي. هنا بعد ما قديت الفلفلات كاملين بثلاثه نسرحهم مزيان باش يتعمر كلشي، البيتزا تكون عامره ما تجيش خاويه. ناخذ شويه الزعتر تقريبا هكا، هكا ديال الزعتر وكنديرو هنا. ناخذ شويه ديال زيت الزيتون، ندير غير الخطيطات هكا صافي. وغادي نخرج الخبز من الفران وندخلها هي. هادشي اللي كيجي في الجوانب تحيدوه باش ما يلصقش في البلاطه. وهنا مباشره بعد ما خرجتها من الفران كندير عليها الطوم فرتت بهذه الطريقه، وكتجي زوينه وهشيشه الا رققتوها مزيان، كتجي مزيانه. هي غير السر ديالها انه الفران خصو يكون سخون، داكشي علاش انا دائما كنطيب الخبز هو الاول بلا ما كنضيع الضوء يعني على والو، كنطيب فيه الخبز ومن بعد كندير البيتزا ديالي، كتجي زوينه ويعني كلشي كتعجبهم في الدار، كتجي رطبه. وهكا كنستف الطون فوق منها. الا كان كيعجبكم الطون بزاف ومتني انكم تكثروا، انا بالنسبه ليا كندير علبه واحده لكل بيتزا صافي. عرفتوا العلبه ما كتكونش فيها يعني بزاف صافي. هكا بهذه الطريقه كنبقى كنستف فيها باش يجي داكشي مقاد. بالنسبه للفرن كنقصو على درجه حراره 220 درجه يعني معتدل، وكنطيبها لتحت يعني كنطفي الفوق وكنطيبها من التحت هو الاول، عاده كنطلعها تحمر. ودابا غادي نستف فوق منها الزيتون كحل اللي حيدت ليه العظم باش يجيني مقاد على حسب التقطيعه اللي غادي نقطع كل قطعه، وغادي نحك فوق منها فرماج احمر. لا هذه اختياريه ولكن من الاحسن هو كيعطي واحد المذاق زوين في البيتزا. بحال هكا نعمرها كلها فرماج، ودابا ملي ساليت غندخلها للفران باش يذوب عليها الفرماج ديالها كله صافي. وهذه هي البيتزا ديالنا بعد ما طابت وذاب الفرماج عليها. كنزيد كنكب عليها شويه ديال زيت الزيتون من الفوق باش كيعطيها مذاق زوين، وكيزيد يرطبها حتى الا باتت في الثلاجه ما كيبقى لها حتى شي حاجه، يعني كتجي زوينه الصراحه. وهادو القطع ديال الجناب قطعتهم، هادي اختياري الا بغيتهم، وهما كيقادو لينا القطع الا قطعتهم حتى هما كيتكالو يعني كيجيو زوينين صافي. وكنقطع القطع مقاده صافي بهكا طول وبالعرض، كتجي زوينه نتوما كيما كتشوفو رطبه يعني مقاصحة ما والو، والعجينة رقيقة. البيتزا الأخرى هاهي في الفران كطيب، التانية ديالها تاهي كبيرة في هاد اللاطة ديال الفران ديال الضو، كتجي تاهي زوينة. نتسناها حتى طيب تاهي وندير لها نفس التعميرة ونقدمها. هادي هي البيتزا اللي صوبنا في الثيرموميكس، كتجي زوينه، كتجي مدلوكه وزوينه ورطبه المقادير اللي عطيتكم. وحتى اللي ما درتوش في هذوك المكملات اللي درت انايا بحال الموطارد ولا الحليب بودره كتجي زوينه.
هادي كتكون فيها واحد المذاق يعني مميز، كتشوفوه في طبق محمر من التحت، نتوما لي زوينه، نتمنى تجربوها وبالصحه والراحه.